انقطاع المياه اهالي الحفناوي في ابو حمص، انقطاع المياه موجود في عدد كبير من القرى، وده بيؤدي الى ان حياة الناس بتتحول الى جحيم. طيب لغاية ما يجهز تعالوا نشوف انخفاض منسوب المياه ومياه الصرف، ده بيهدد بحيرة مارد في بالثروة السمكية عندنا يا جماعة، يعني في غاية الأهمية، وفي نفس الوقت مهددة بشكل كبير. ليه؟ في مشاكل متعلقة بالصيد في أماكن كثيرة، وفي كمان مشاكل في البحيرات، مشاكل كبيرة يعني. تعالوا نشوف أولا اللي نويت عنه، انقطاع المياه في البحيرة. رغم دخول فصل الصيف وقدوم شهر رمضان الكريم، إلا أن العطش والجفاف سيطرا على قرية الحفناوي بمحافظة البحيرة بعد انقطاع المياه لأكثر من 9 شهور. ذهبنا إلى هناك ورصدنا معاناة الأهالي وشكوى المواطنين. ابني اللي عنده 40 يوم بعمل له ردع من المايه دي، يموت ولا ما يموتش؟ احنا ما بنصليش فرض الله عشان مش لاقيين ميه. دول دارين على الميه العفش، انا جايب لكم ميه انتوا عشان انتوا مش هتستحملوا زينا. والله ما احنا جايين نشربه، لا لاقيين نشربه ولا طيورنا لاقيه تشرب. ادي حضرتك الميه اهي اللي الناس بتستعملها، اللي الحيوانات مش راضيه تشربها، ما بالك بالبني ادمين هتعمل ايه؟ بتيجي في شهر رطوبي بس في الشتاء، وبتيجي مخلوطه بميه صرف. انا من غير ميه يكونوا ما من هناك مياه مكفر الدوار، واحده شكتني جت لغور على ناقصينكم وجعت لي سنين وتبهدلت. لما عيطت بالليل ما عنديش نقطه ميه نشرب. إذا جت بنت ابني بقالنا شهر نجري بيه على المستشفى. فين المحافظ وفين الناس؟ فين؟ عشان نشوف المايه اللي احنا بنشربوها دي. احنا عايزين مايه نشرب. تعالي شوفي كام مريض كلى، اقسم بالله عندنا اكتر من 20 واحد هنا مريض كلى. واحنا بشر وعايزين نعيش زي ما خليج ربنا، ما نشربوش ميه صرف. ده من المايه يرضي مين؟ اما تبقى عيله عندها 15 سنه ومريضه كبد من المايه، نروحوا فين؟ مش طالبين حاجه زياده عن حقوق دي، احنا عايزين نشرب. حلول سريعة لرفع هذه المعاناة عن قرية الحفناوي، رأفة بالأطفال وكبار السن. مي عبد الرحمن، 10 مساءً.